Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. How is everyone doing? Thank you for the love, thank you for the support. I really do appreciate. Today I'll be reacting to a beautiful voice, amazing Quran recitation, Surah As-Sajdah by Sheikha Abdullah Al-Musa. You guys, today is my first time hearing. I don't know what to expect, but yeah, I do hope to enjoy the video. So if you're new here, please don't make it your last. Subscribe to my channel, like this video, and feel free to share. Let's dive right straight into the video. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر Guys, I really love this recitation. I don't understand what it's saying, but I can feel, like, I feel the calmness within. Before I started this video, I was tensed, kind of. But this recitation helped calm my nerve. I don't know if that is how you feel, but that is how I actually felt while listening to the recitation. It's beautiful. Like, it helped in calming my nerve. I'm just human and I'm feeling this way. How much more God
that the recitation is being sent to, how would he feel on his own throne? Guys, really, I love it. Like, I love it from a non-Muslim perspective. This is really beautiful. The recitation is really beautiful. Listening to it for the very first time and feeling this way. I'm sure I'm going to listen to it again, and maybe you guys tell me the meaning in the comment section, because I would love to hear the translation of it, okay, in the comment section. Let me know what this recitation is all about, all right? Thank you all so much for watching, and please don't forget to subscribe to my channel. And also, I need more recommendations. Send more recommendations to me. And if you want to support the channel, go ahead and support the channel. The number is in the description box, all right? Thank you all so much for watching, and I'll definitely see you all in my next one. Bye.